أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم قراءة كتب التاريخ التي تتحدث عما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من فتنة وتحاربهم وخلاف، ونقل ذلك والحديث به من باب الرواية؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، لأن هذا يحدث في النفوس شيء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أنه يشتغل بقراءة هذه التواريخ التي تتحدث عما جرى ويرويها للناس ويسجلها بأشرطة أو يذيعها بالإذاعة أو غير ذلك، لأن هذا من نشر الباطل، فهو بغض الصحابة رضي الله عنهم وتنقص الصحابة، فلا يجوز هذا لا سيما على العوام والجهال. أما أهل العلم فهم يعرفون هذا ويعتقدون في الصحابة الحق ولا يؤثر عليهم هذا الشيء، لأنهم أهل العلم وأهل البصيرة وأهل المعرفة، لكن الجهال والعوام اللي ما دروا عن هذه الأمور لا تفتح عليهم باب تشكيك وباب شر. وأنت أيضا إذا لم يكن عندك عقيدة سليمة من قبل وبصيرة لا تقرأ في هذه التواريخ.